مساء الخير، أنا بصور لكم من داخل المستشفى. أنا حبيت أرد على قرار وزيرة الصحة بشكل عملي، قلت أتواجد داخل المستشفى ونقدر منها نشوف الوضع والمستوى. وزي ما انتم سامعين لنا في نشيد وطني ولا في حاجة، رغم إن هو ده المكان اللي المفروض يتعمل فيه النشيد الوطني. ممنوع الصوت، ممنوع حد ينادي على مريض. الشاشة دي هي اللي بتبقى فيها الأسماء والمكان. الأوض أنا في مستشفى أطفال، وطبعا ممنوع التصوير. الأوضة اللي احنا موجودين فيها دي حجرة انتظار. وطبعا في كل حاجة ممكن تيسر على المريض وتسلي وقته في قعدته، مكنة المية والقهوة والأكل كمان علشان لو طولت القعدة، أماكن تعلق الجاكيت، هدومك. الورق ده طبعا بتاع المطبخ علشان لو في حاجة وقعت على الأرض، لأن بيبقى فيه أطفال كتير. في لعب للأطفال موجودة هنا وموجودة على الحوائط. لا سامعين نشيد وطني، ولا سامعين موسيقى، ولا راديو شغال على مسلسل تلفزيوني، ولا في حاجة من الكلام اللي بيتقال. وعيب ما يصحش، أي خدمات بتتقدم للمواطن دي ده حقنا، حقنا على الدولة، واحنا مش محتاجين ان حد يفكرنا بغلاوة الوطن. وغلاوة الوطن دي بتيجي من الاستفادة اللي جات لي، مش هتيجي من نشيد وطني. الأوضة دي المفروض لتغيير البامبرز، ولو الأم احتاجت ان هي ترضع الطفل او تقعد تهديه تنيمه بيبقى في المكان ده. مفيش انتماء وطنية بتيجي بالنشيد الوطني. الوطنية بتيجي من الخدمات التي تقدم للمواطن بشكل مباشر. تمام، واللي بيحصل ده عيب وما يصحش ومهزلة بجميع المقاييس. وطبعا مش المفروض ابدا ان حاجة زي دي تتساب. وايضا اتخاذ الامر بتهريج والتمادي، طبعا يعني من حصرتنا، احنا بنتحصر على الموضوع. شايفين اماكن اللعب بتاعت يعني حاجة الاطفال مش هيلعبوا بيها، لكن هي مجرد افكار علشان يقفوا يتسلوا في اثناء الانتظار. حد سمع نشيد وطني؟ حد سمع اي حتى موسيقى تهدي الاعصاب؟ مفيش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها ان احنا نشغل تلفزيون على مسلسل او على اخبار حسب اختيار الممرضة وحسب اهوائها الشخصية. مفيش حاجة اسمها كده. فالحقيقة يعني اللي بيحصل ده تهريج واستهانة بالنشيد الوطني، وحاجة تحزن. النشيد الوطني دي حاجة ليها قيمة وما ينفعش الاستهانة بيها بهذا الشكل. دي طبعا الحرائق، وده مكان للأطفال يلعبوا فيه. مش هطول اكتر من كده علشان ممنوع هنا التصوير في الاماكن العامة، لكن بس حبيت يكون الرد بتاعي على القرار بتاع الوزيرة عملي. وبشجعكم ان اي حد رايح مستشفى وشايف فيها منظر مش تمام، صوروا الصور ونزلوها، علشان لازم الناس تفهم ان الوطنية بتيجي من الخدمات. انا احب وطني لما الاقيه واقف في ظهري، واقف معايا في كل المواقف، لكن النشيد الوطني مش هو اللي هيحسسني بالوطنية. تمام، تحياتي ليكم.